يا يمه، نصيبكم مكتوب قبل لا أشيلك ببطني، والظاهر إن أهي مو من هالنصيب. بعدين أنا من أكون علشان أوقف بوجه الحكومة والشرطة؟ تعبالك مارغريت اللي يسمع كلامي ويتنفذ؟ يمه، نصيبي يعني لين عندي وكان بيصير لي بس خذوه. أنا في شنو قاصر عني؟ أنا هملي اسمي وعائلتي وسمعتي بين الناس. أكيد يا يمه، أنت مو قاصر عنهم بشيء ولا أقل منهم. هذا اللي محيرني، كنت ما ذكرت نبي يدزونها على فواز أين؟ ما أنت في شيء خشيت عني؟ في شيء ما أعرفه؟ لا، ما أعرف شيء يعني، مش أعرف. بعدين لا تتوهم، ماكو شيء، ماكو شيء. بتروحين العرس؟ لا، ماني رايح العرس. أروح حق ناس وأنا عارف إنهم شالعين كلب ولدي من مكانه. شلون بوايهم؟ وشلون بشوف وجههم اللي كله سواد من فعلتهم؟ أختي، نصيبك بصيبك حتى لو تحاشيتي، واللي مولك لو ركضتي وراه هم ما راح يجيك، وانتي سويتي كل اللي تقدرين عليه. سمية، نصيحة بقولها لك قالت لي اياها أمي الله يرحمها: عمرك لا تبنين أمالك على أحد، لا تقولين أهلي لا من قريب ولا بعيد، ترى ما يحك ظهيرك إلا ظفيرك. اعتمدي على نفسك، كوني انتي السدرة اللي تذري على روحها تحت فيها اللي تعبت، لأن لو أحد في خير كان ما صارت هذه حالتي. ها؟ عروستنا شلون هاليوم؟ حصلت لك خام ويبتلك يا بنيتي، خام قماش جديد بتي تو جاي الديرة، وهذا عاد فصلي لي رحتي بيت زوجك على راحتك. علامك يا بنيتي، ليش عاقدة النونة؟ مو قلنا خلاص بلا زعل؟ حاضر يبا، على أمرك. عاش. روضة، هلا مريم، هلا فيك. وين هالغيبة يا روضة؟ ما عليه، بقول لك بعدين، بس انا وايد محتاجه لك يا مريم. يا بعد عمري، تعال حياتي، حياتي داخل، تعال حياتي روضه. يا حي الله روضه. الله يحييك. طمنيني عنك وعن صحتك، شلون صرتي؟ صحتي ما هي زينه، كلها على الله، الله الشافي. انا من يوم دريت انك رديت القصر وعايشه عند مارغريت، انا قلبي وتفكيري وبالي كله عندك. بعد انت عارفه يا مريم مارغريت عدل،